وفاكهة الخريف الشهية كرمها الله تعالى بالذكر في كتابه العزيز 3 مرات، فيهما فاكهة ونخل ورمان، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. انظر إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره إذا أثمر، وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. إنه الرمان، حبوب ياقوتية اللون، يفصلها عن بعضها غشاء شفاف، منضودة في غلاف متين يحفظ خيرها ومنافعها. يؤكل الرمان حبا أو معصورا أو مطبوخا في أكلات شهية، ويستفاد من قشره في شفاء كثير من الأمراض، أو كبهار حتى في كثير من الأكلات. فوائد هذه الثمرة المباركة لا تحصى، يعمل دباغا للمعدة، فتناول قشور الرمان المهروسة يشفي قروح القولون والمعدة ويخفف من حرقة المريء. وعصير الرمان يقاوم كثيرا من الأمراض، مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والإجهاد التأكسدي المسبب لانتشار الخلايا السرطانية، كما يحسن حساسية الأنسولين ويقاوم ارتفاع السكر في الدم. الرمان أيضا مقاوم للالتهابات، يحتوي على مضادات الأكسدة مثل البوليفينول ومركبات الفلافونويد والأنثوسيانين المضادة للفيروسات والقاتلة للبكتيريا. يمكن استخدام الرمان في الوقاية والعلاج من عدة أنواع من السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وهشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي. والرمان من الفواكه المضادة للاكتئاب بفضل المركبات النباتية القوية الموجودة فيه، التي تؤثر إيجاباً في الدماغ وتخفض مشاعر اليأس والاكتئاب. وهو فاكهة خارقة للنساء الحوامل، تحتوي على الألياف والفيتامينات الضرورية لصحة الحامل، كما أن شرب كوب واحد من عصير الرمان يومياً يساعد في تحسين عملية نمو دماغ الجنين. هل تحبون الرمان؟